السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد وقصة جديدة من قناة قصص وقضايا. النهاردة هنسمع واحدة من أصعب قضايا الوطن العربي، في واحدة من أغرب وأخطر القضايا اللي ممكن تسمع عنها في دولة عربية، جريمة تم تنفيذها عن طريق الدارك ويب، وطارق هو بطل القصة في مصر، واللي مشغله طفل عنده 15 سنة ومقيم في الكويت. هنسمع واحدة من أصعب قضايا الوطن العربي. ولكن قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ده غير ان اللايك بتاعكم بيشرفني اكيد. في يوم 15/4/2024، ده تاريخ اختفاء احمد محمد سعد، طفل عنده 15 سنة ومقيم في عزبة عثمان في منطقة شبرا الخيمة، عايش في وسط اهله وجيرانه في نفس المنطقة، وطبيعة السكان في المنطقة دي أو في المناطق الشعبية بشكل عام هو إن العلاقة بينهم بتكون أكتر من الأهل، والدخول والحياة للناس دي والمناطق اللي شبه كده بيكون ليها طريقة وإسلوب معين. لكن طارق كان عارف إزاي يدخل ويعيش وسط الناس دي إزاي. في الأول لازم نعرف هو مين طارق. شاب في نهاية العشرينات، حياته كلها عبارة عن غموض، محدش يعرف هو أصلا منين ولا أهله موجودين فين. وظهر من حوالي 4 شهور في منطقة اسمها عزبة عثمان في شبرا الخيمة، لكن ظروفه المادية كانت صعبة جدا، وهو عارف كويس يخلي الناس اللي حواليه يساعدوه ازاي، وعرفوا منه انه عنده مرض السرطان وان هو اللي بيعالج نفسه بنفسه، ده غير انه كان متكفل بحياته الشخصية بشكل عام، والاهم من كل ده انه شخص متدين بيقعد على طول وسط الناس بيتكلم معاهم في الدين، وانهم ازاي يتعاملوا مع بعض بطريقة كويسة. دي الطريقة اللي طارق قدر بسهولة يدخل ويعيش في وسط الأهالي في المنطقة دي بشكل عادي، مريض ومتدين ومتكفل بحياته. هو قال لكل الناس في البداية إنه أصلا شغال كهربائي، لكن بسبب ظروفه الصحية كان أسهل له إنه يشتغل عامل في قهوة، وبدأت علاقاته بأهالي المنطقة تبقى أقوى بكتير، وكانت علاقاته أقوى بالأطفال، كان على طول بيقعد معاهم يتكلم معاهم في الدين وينصحهم عشان يعيشوا حياة أحسن. وعشان كده كان في أطفال كتير جدا من المنطقة بيحبوا طارق قوي، ومن ضمن الأطفال دول أحمد محمد سعد، الطفل اللي عنده 15 سنة واللي كان معجب جدا بشخصية طارق، شاب عنده مرض وبيعاند ومع ذلك قادر يواجه كل ده ومستمر في حياته للأحسن. فكان أحمد بيشوف أن طارق مثله الأعلى، ده غير أن طارق كان بيحبه جدا وكان دايما بينصحه وبيقف جنبه وبيحاول يساعده بكل الطرق، ولو عنده مشكلة مع أي حد طارق ما كانش عنده أي مانع أنه يقعد معاه لفترات طويلة يسمع مشكلته ويحلها له. وصاحب القهوة اللي شغال فيها طارق بدأ يلاحظ أنه بيغيب كتير ومن غير ما ياخد إذن، فلما صاحب القهوة اتكلم معاه طارق قال له أن سبب الغياب ده أنه هو بياخد جلسات علاج كيماوي من مرض السرطان، وأن دي حاجة غصب عنه وما يقدرش يتحكم فيها. وطبعا صاحب القهوة كان بيسكت، لأن زي ما قلنا في الأول طارق عرف يدخل على الناس دي إزاي. وبعد ما يرجع طارق يقعد مستمر لمدة أسبوع وبشكل طبيعي عامل في القهوة زي ما هو، لحد ما مرة واحدة طارق بيختفي تماما. وبعد أسبوعين طارق بيرجع ويظهر تاني، لكن المرة دي بيظهر بطريقة وبمظهر مختلفين تماما، شخص اتغيرت حياته بشكل ملحوظ، اشترى عربية وغير تليفونه المحمول، وطريقة لبسه اتغيرت خالص. لما سألوا صاحب القهوة والأهالي عن سبب التغيير اللي طارق بقى فيه، قال لهم إن أخوه الغني جدا اتوفى، وطارق خد الورث بتاعه، والورث ده كان مبلغ كبير جدا. ومن اللحظة دي طارق اتحول من عامل جوه القهوة لزبون قاعد على القهوة، بيطلب المشاريب لكل الناس وبيدفع فلوس لناس كتير اللي وقفوا جنبه أول ما وصل المنطقة. وعلاقته بالطفل أحمد بتبقى أحسن من الأول، لأن أحمد دلوقتي بقى كمان شايف أن طارق بقى غني وبقى معاه فلوس، ومع ذلك زي ما هو راجل بيحبه وبيخاف عليه. وطارق كان بيدي أحمد كل فترة فلوس عشان يروح يلعب بلاي ستيشن، وكان بيحاول يراقبه ويتابعه علشان خايف ان احمد يمشي في طريق غلط. وبسبب تصرفات طارق مع احمد كان دايما لما احمد يروح على بيته بيشرح لاهله ويقول لهم على كل اللي طارق بيعمله، ويقول لهم انه بيخاف عليه جدا وانه دايما بينصحه انه يهتم بدراسته وانه هو يبعد عن اي ناس ممكن تخليه يعمل تصرفات غلط. وبعد ما بيمر 4 شهور بالظبط من اول مره ظهر فيها طارق في المنطقه، نوصل ليوم 15/4/2024، أحمد بينزل يومه عادي زي أي يوم طبيعي، وينزل ويتحرك في أكتر من مكان، وبيدخل محل البلاي ستيشن أكتر من مرة، ولكن مرة واحدة أحمد بيختفي
وعلى الساعة 8 بالليل أهل أحمد بيبدأوا يحسوا إن في حاجة غلط، لأن أحمد عمره ما عمل كده في حياته، فبيبدأوا يدوروا عليه في كل مكان، لكن فعليا ملوش أي أثر. وطارق كان واقف وبيدور معاهم في كل مكان، وأهل أحمد والأهالي اللي في المنطقة بدأوا يفرغوا كاميرات المراقبة عشان يعرفوا ابنهم راح فين، فبيشوفوا في الكاميرات فعلا إنه بيدخل محل البلاي ستيشن وبيخرج منه أكتر من مرة، وبعدين بيشوفوه إنه هو رايح لطارق على القهوة، وبعدها بيدخل المحل تاني. بس آخر مرة شافوه فيها أحمد كان ماشي مع طارق، وبعد كده الاتنين اختفوا وملهمش أي أثر في كاميرات المراقبة. ولما سألوا طارق تاني آخر مرة دي راحوا على فين، قال لهم إن هو ما يعرفش عنه أي حاجة، وإن هو قابله بالصدفة واتكلم معاه شوية، وإن طارق بعدها خرج وراح مشوار، ولما رجع عرف إن أحمد اختفى. الأهالي بتطلع على الشرطة عشان تعمل بلاغ بالتغيب، وده بعد ما قعدوا يدوروا عليه كتير وفعلا ملوش أي أثر. وفي نفس التوقيت هو بلغ تغيب عادي، لكن مفيش أي شك في أي شخص ممكن يكون عمل في أحمد أي حاجة. وفي نفس التوقيت ده رجال الأمن بيتعاملوا مع بلاغ التغيب بشكل طبيعي، إنه لازم يمر فترة زمنية معينة على الشخص اللي تغيب علشان رجال الأمن تبدأ في اتخاذ إجراءاتها. وبعد مرور يومين رجال الأمن تبدأ في تفريغ كاميرات المراقبة مع الأهالي، وبيلاحظوا فعلا تحركات أحمد الطبيعية في المنطقة، بس كمان بيلاحظوا ان طارق دخل الصيدليه قبل الوقت اللي اختفى فيه احمد بمده قليله. ولما رجال الامن في عمليه البحث الطبيعيه سالوا الصيدليه هو طارق دخل يشتري ايه، عرفوا ان اشترى ماده مخدره واشترى شاش واشترى قطن، لكن عرفوا من الاهالي بعد كده ان طارق عنده مرض السرطان، وان احتمال يكون عنده اي مشكله صحيه جات له، وانه دخل يجيب كده لاستخدامه الشخصي. لكن بعد ما بيمر اسبوع على اختفاء احمد، الاهالي تبدا تشم ريحه مش كويسه طالعه من شقه طارق اللي مأجرها، فبيبلغوا رجال الامن على طول لانهم فعليا مش مرتاحين خالص من ساعه اختفاء احمد. فبيدخل الاهالي شقه طارق اعتبار انهم يتاكدوا ايه هو السبب في وجود الريحه دي. ولما بيدخل الاهالي للشقه قبل وصول رجال الامن بيلاقوا جثه موجوده على السرير ومفتوحه من النص، ومفيش اي معالم للجثه دي ظاهره تماما، فعليا ولا حد قدر يتعرف على الجثه دي. جثه مفتوحه من النص بشكل طولي ومدبوحه، وكل الاعضاء الداخليه متشاله، وفي كيس اسود جنبها مقفول، والريحه فعليا صعبه. الاهالي ما قدرتش تقرب من اي حاجه من كتر الصدمه والمنظر اللي شافوه، ويستنوا لحد ما رجال الامن توصل. ولما رجال الامن بتوصل بيعرفوا ان دي جثه الطفل المتغيب احمد، وبيتم القبض على طارق في نفس التوقيت. والمنظر الظاهري في من البداية إن هي تجارة أعضاء بشرية، وبعد ما رجال المعمل الجنائي خلصوا مهمتهم في مسرح الجريمة بيتم إرسال الجثة للطب الشرعي. ومن اللحظة دي كمية مفاجآت وصدمات لأول مرة هنسمع عنها في الوطن العربي. أولا بيتم إثبات إن هي جريمة بشعة وملهاش أي علاقة بتجارة الأعضاء، وده لأن الطب الشرعي أثبت إن الجثة دي اتعرضت للتعذيب، وان كل اماكن الفتحات اللي في الجثه ملهاش اي علاقه بالتعامل الطبي، ده غير ان مفيش اي ادوات او معدات طبيه موجوده في مسرح الجريمه. واضح انها جريمه غريبه من نوعها. تقرير الطب الشرعي وبيان النيابه العامه بيقول ان العينين متشاله من مكانها، وان الاحشاء الداخليه كلها متشاله زي القلب والكبد والكلى، ومحطوطه في كيس جنب الجثه، وان الجثمان نفسه مفتوح من النص بطريقه طوليه، ده غير ان في ذبح واضح في منطقه الرقبه. صعب لاي انسان طبيعي يعمل كده، وليه طارق في اعترافاته لرجال الامن قالوا انه عمل كده بهدف تجاره الاعضاء، وان ده كله كان مقابل 5 مليون جنيه، وان اللي كان بيديله التوجيهات دي انه يعمل كل الخطوات دي شخص مقيم في دولة الكويت. الشخص ده اتعرف عليه طارق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وان الشخص ده عرض عليه المبلغ الكبير ده مقابل انه يجيب شخص ويموته وينتزع اعضاءه الداخلية وهو هيتصرف بعد كده في بيعها، وان شرط الشخص ده ان طارق بعد ما يجيب الضحية يشغل الموبايل ويعمل مكالمة فيديو كول ويكلم الراجل ده في الكويت ويتفرج عليه ويتابع اللحظة اللي هيتم فيها قتل الضحية وانتزاع الأعضاء منها لحظة بلحظة، كل ده مقابل المبلغ اللي اتفقوا عليه اللي هو 5 مليون جنيه. طارق استدرج أحمد على البيت ونفذ الجريمة زي ما اتفقوا بالظبط، بس بعد ما خلص الراجل قال له إن الأعضاء دي مش هتنفع، وانه محتاج شخص تاني ينفذ فيه نفس الجريمه بالظبط، وانه هيزود له المبلغ كمان لو قدر ينفذ ده في اسرع وقت. وفعلا طارق عمل كده، وقفل الشقه على احمد وسابه جثه مرميه على السرير، ونزل عشان يشوف ضحيه تانيه، والحمد لله انه تم القبض عليه قبل ما ينفذ ضحيته التانيه. بس مين بقى الشخص اللي في الكويت، وليه عمل كده، وليه اختار طارق بالتحديد علشان ينفذ له الموضوع ده؟
طارق اتعرف عليه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، على اعتبار ان الشخص ده بيتاجر في الاعضاء البشرية، والشخص ده عرض على طارق انه يشتغل معاه مقابل مبالغ مالية كبيرة، بس الشرط ان لازم الشخص ده يتفرج بنفسه على كل خطوات العملية اللي هتتنفذ. وواضح ان طارق فترة ما كان بيختفي من القهوة اللي كان شغال فيها انه كان بينفذ بعض العمليات البسيطة بس على بعض الحيوانات، ودي كانت بتحصل كتير جدا على الدارك ويب، نشرحها كمان شوية. فواضح انه لما عمل كده اكتر من مرة مع الشخص ده بدأ يبعت له فلوس كتير، وعلشان كده طارق رجع ظهر تاني، بس المرة دي حالته المادية متغيرة خالص، فقرر انه ينفذ العملية الكبيرة، وبدل ما ياخد فلوس قليلة ياخد 5 مليون جنيه مرة واحدة. رجال الامن بعد التحقيقات مع طارق بياخدوا كل المعلومات اللي تخص الشخص اللي مقيم في الكويت، وبيعرفوا انه طالب جنسيته مصرية وسنه 15 سنة بس، وبيتم التنسيق مع ادارة التعاون الدولي والانتربول، ويتم القبض عليه وترحيله هو ووالده على مصر. وسبب القبض على والده انه كان بيستخدم تليفونه ورقمه الشخصي في التواصل مع طارق في احيان كتير. وبعد التحقيق معاه اتضح ان الشخص ده بيشتغل على الدارك ويب، والموضوع ملوش اي علاقة بتجارة الاعضاء البشرية، وان حكاية تصوير الفيديوهات اللي من النوع ده منتشرة جدا على الدارك ويب، وبتتباع بارقام مالية كبيرة جدا. من ضمن المجرمين بتوع الدارك ويب ان في ناس كانت متخصصة في تصوير الاطفال والاشخاص بعد ما بيتم استدراجهم في غرف اسمها الغرف الحمراء او الريد روم، ودي حاجة موجودة بشكل طبيعي على الدارك ويب، ولكنها من اقذر الاعمال اللي موجودة هناك، وان في ناس بتدفع ارقام كبيرة جدا مقابل ان هي تتفرج على اشخاص بتتعذب او بتموت قدام الكاميرا. المهم ان الشخص اللي في الكويت ده بينفذ نفس طريقة بيتر سكالي ده، ولكن على منطقة الوطن العربي، وبيبيع الفيديوهات دي بأرقام مالية كبيرة جدا. وأول ما تعرف على طارق وعرف أنه محتاج أي فلوس، عرض عليه فكرة تجارة الأعضاء البشرية، واكتشف أن طارق وافق على طول وما عندوش أي مشكلة أنه يقتل وأنه يشرح إنسان ويخرج أعضاءه عادي لمجرد أنه هياخد شوية فلوس. وأول خطوة طارق عملها انه تصور مع احمد كذا صورة، وكان بيبعت الصور دي للشخص اللي في الكويت، واول ما الشخص ده وافق على احمد نفذ الجريمة على طول. وطبعا التحقيقات لسه شغالة، والشخص اللي في الكويت ده بعد ما تم ترحيله على مصر والتحقيقات شغالة معاه، رجال الامن اكتشفت انه مش اول مرة يعمل كده، وانه نفذ الجريمة دي في اكتر من دولة وبنفس الطريقة. ومن اصعب الاعترافات اللي قالها انه كان بيتابع اللحظة اللي احمد مات فيها وتقطيع جسمه وخروج الاعضاء منه، وبعد ما طارق خلص والراجل اللي هناك سجل كل الفيديوهات عشان يبيعها اتحجج له وقال له ان الاعضاء اللي طلعت دي مش هتنفع، وان الموضوع ده محتاجين ينفذوه مع شخص تاني. النوع ده من الجرائم موجود ومنتشر جدا في الدول الغربية، وده بيتم في إطار الجرائم القذرة اللي بتحصل في الدارك ويب، واللي بالمناسبة ان الانترنت اللي بنستخدمه احنا هنا بشكل عادي نسبته قليلة جدا من حجم الانترنت الطبيعي على مستوى العالم. بتيجي في المرحلة اللي بعدها الديب ويب، وده بتستخدمه المنظمات السرية والسياسية والعسكرية والبنوك عشان يحافظوا على المعلومات من اي شخص او من اي منظمة متخصصة في اختراق الحسابات. ولكن الدارك ويب هي حياة سرية بشكل كامل، هتلاقي فيها تجارة السلاح وتجارة الاعضاء البشرية وتجارة الفيديوهات اللي فيها تعذيب للبشر بشكل صعب جدا زي ما حصل في قضية احمد، والتحقيقات وجمع الادلة في القضية دي لسه شغالة، واكيد رجال الامن بيجمعوا كل المعلومات عن الشخص الغريب والمريض النفسي ده اللي خلى طارق ينفذ الجريمة بالشكل البشع ده. وطبعا كان في ليهم جلسة من فترة وتم تأجيل الجلسة لأول سبتمبر، وإن شاء الله هتابعكم أول بأول في القضية دي. واستنوا مني الحلقة الجاية فيديو عن ضحية جديدة من ضحايا علي الدين، الطفل اللي عنده 15 سنة إزاي قدر يقنع أم إن هي تعمل كده في ابنها. ولغاية هنا بتنتهي حلقتنا النهاردة، بس ما بتنتهيش قصتنا، ومكملين فيها إن شاء الله. واستنوني الحلقة الجاية بفيديو جديد وقصة جديدة مع قناة قصص وقضايا، والسلام عليكم.